سعيا منها على تعزيز فعالية كوادرها عبر الدورات المتخصصة. أقامت وزارة الداخلية دورة التفكير الإيجابي ممثلة في إدارة الجنسية والجوازات. تفاصيل أوفى بالتقرير التالي. اختتمت إدارة الجنسية والجوازات بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة متمثلة بمعهد الشرطة دورة التفكير الإيجابي، والتي نظمتها بالتعاون مع مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري، واستفاد منها حوالي 200 مشارك من مختلف إدارات وأقسام وزارة الداخلية. طبعا لاحظنا من أول ما دخلنا الجهاز الداخلي أن هذا النوع من الدورات تعطي تحفيز كبير، بالدليل أن زيادة الطلب عليها من كل الإدارات الموجودة. فلذلك احنا تقريبا بشكل أسبوعي عندنا في الأكاديمية وبعدد كبير. الجماعة خبروني أن لاحظوا الفرق بوجود التحفيز الذاتي عند الموظف من بعد دوراتكم. وأكد أمر معهد الشرطة أن الهدف الأساسي لمثل هذه الدورات هو تعلم مهارات ووسائل تساهم في التطوير والتحديث من أجل الارتقاء بمستوى الأداء لمنتسبي وزارة الداخلية، شاكرا القائمين على هذه الدورة من مركز بتلكو على جهودهم المبذولة في تعليم المشاركين على مهارات وأساليب قائمة على استراتيجيات تهدف إلى إدارة التفكير الإيجابي، مشيدا بدور المركز الذي اعتبره صرحا وطنيا رائدا في مجاله بما يقدمه من خدمات نوعية للمواطنين والمقيمين الذين في احتياج لمثل هذه الخدمات التي توفر الرعاية النفسية للمجتمع. هاي النوع من الدورات يعطيك مهارة انك انت اذا توصل للدوام تفصل كل شيء عن الدوام، يعني مثلا اذا عندك مشكلات برا او ضغوطات من برا، من توصل للدوام تفصل كل شيء، يكون مشكلاتك الأسرية او اي شيء اوف وتتفرق عن دوامك. وبعد في شيء ثاني، يعني في مثلا احنا هنا دورات فيها فن إدارة الوقت او الصحة النفسية، هاي تعطيك انت شلون تتعامل او شلون اذا انت مضغوط ما تبين حق اللي قدامك ان انت مضغوط. الجدير بالذكر ان هذه الدورة تهدف للتخلص من ضغط المشاعر العاطفية النفسية السلبية والانفعالات الجسدية الناتجة عن ساعات العمل الطويلة في مناطق العمل بمختلف الجهات في وزارة الداخلية.